مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء التنظيف. شو اخباركم؟ شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن التنظيف لأن نيتنا هذا الشهر هي التنظيف، واليوم نبغى نناقش شوية متلازمة مثيرة للقلق، وبعدين بناخذ أسئلة. أبغى أذكركم اللي ما حط النية يحط النية، بليز. كلنا نحتاج نية التنظيف، كلنا، من أكبرنا لأصغرنا، من اللي نظف قبل ومن اللي ما نظف قبل، كلنا نحتاج تنظيف حتى ننتقل لمرحلة أخرى في حياتنا. وبرضو خلفية الجوال كثير جميلة، مريحة. ما حسيتوا كذا انها كذا تغسل غسل؟ وعندنا الفيلم قوي حساس، يحتاج له عمق. اوكي، اذا كنت سطحي ما يناسبك، يحتاج له عمق وإيجابية. برضو شوف الفيلم، راح نناقش الفيلم منتصف الشهر. طيب، وعندنا معرض الكتاب يا جماعة بكرة. أخ، تراني صابغة عشان معرض الكتاب، حماس ألف. خلنا نشوفكم. راح نبدأ التوقيع إن شاء الله الساعة 5، ومعرض الكتاب عطونا وقت مرة كافي، مرة كافي، أكثر من العام، فأنا مرة أشكرهم صراحة. تعاطفين معنا كثير يعني، ومهتمين، فأعطونا وقت أكثر، فمتحمسة يعني إن شاء الله هالسنة نقدر نشوف ناس أكثر، ونصور مع ناس أكثر، ونوقع ونسلم، ويعني نسوي احتفالية جميلة. طيب، فبليز بليز بليز خلونا نشوفكم بكرة في معرض الرياض الدولي للكتاب، فيه منصة للتوقيع، يعني من يوم تدخل راح تعرف إنه في منصة للتوقيع. طيب، أي حماس إلا تعالي تعالي إن شاء الله، يعني في فرصة من نشوفكم كلكم إن شاء الله إن شاء الله. وش بعد وعندنا على الموقع السول ديتوكس، الوعي الطفولي، تطهير الروح من خلال التنفس، والموسيقى التحولية، كلها تنظيف. عندنا السول ديتوكس وعي طفولي بوعي، يعني خلنا نقول حسب الأشياء اللي أنت تتذكرها والأشياء اللي تستحضرها. أما التنفس والموسيقى التحولية بلا وعي، يعني الأشياء اللي أنت ما تتذكرها ما تستحضرها، ممكن تخلط لك اثنين مع بعض. طيب، الكتاب متوفر في العراق، المفروض أن الآن يعني بدأ يتوزع، بس ما أعرف وصل ولا لا، بس أعتقد يعني عن نهاية الشهر المفروض أنه وصل يعني لكل مكان. صح، الكتاب جميل، كتاب جميل، لأنه زي ما قلت لكم حسيت أنه الناس كثير قلقة، حتى الناس اللي في الوعي حسيت أنهم قلقين، أنه أوه أنا عندي فكرة سلبية لازم أعدلها ولا أجذبها، أوه فاتتني هذه الفرصة، أوه واو أنا توني أعرفك، توني أعرفك وتوني أبدأ أنظف فحسيت أنه في كذا أشياء مقلقة تحتاج أنه إحنا نهدأ، وإنه ما في شيء مقلق، ما في شيء مقلق. فحطيت هذه الأشياء اللي تساعدك إنك أنت تشوف من زاوية الهدوء هذا، تشوف من زاوية الطمأنينة، تشوف من زاوية إنه ما في أي شيء مقلق في الصورة الكبيرة. بس حنا نرتبك دائم، نقلق على أشياء، يعني نصغر الموضوع ونركز على نقطة صغيرة ونقلق ونرتبك، بينما الموضوع بسيط. بسيط جدا وعادي جدا ومنسجم مع الصورة الكبيرة وما في أي شيء، وهو كان المفروض يصير كذا. فقلت أبغى هالكتاب يعني يوصل لكل شخص، لكل بيت، لكل شخص قلق، لكل شخص عنده ارتباك، لكل شخص يمر بأزمة، لكل مريض، لكل شخص يمر يمكن بانفصال، يمر بخيارات صعبة في الحياة، يتخذ قرار ما يدري هو صح أو لا. أبغى هذا الكتاب يوصل لهم كلهم. طيب، المفروض راح ينزل في كل مكان، راح ينزل في كل مكان. طيب، خلنا ندردش شوية على متلازمة ديوجانس.
حتى التعدي على الحدود غير مقلق؟ أو واو، أنا لو واحد يتعدى على حدودي يعني أغضب وأقلق، لكن لما تشوفينها في الصورة كيف، لما تعدي الموضوع تكتشفين إنه أوه واو، شو القصة هذه؟ كانت مرة منسجمة مع الصورة الكبيرة، كانت مرة منسجمة. طيب ديوجانس، نسولف عن ديوجانس ولا نسولف عن المتلازمة؟ خسروا عن المتلازمة، إذا عندنا وقت سولفنا عن الرجال الحكيم. هذه المتلازمة في الغالب يصاب فيها الأشخاص يعني بعد منتصف العمر أو يعني في مراحل متقدمة من العمر، ولها أعراض هذه المتلازمة، كأنه الشخص ينسحب من الحياة، يقفل على نفسه. تخيل معي شخص قاعد أو عايش في شقة ومقفل الباب، ما يستقبل أي أحد ولا يروح لأي أحد، والشقة وسخة 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 لأقصى درجة، وكل شيء عنده يكدس 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 يكدس، يعني تكدس الملابس، تكدس الأحذية، تكدس الأكياس، كيس جوا كيس جوا كيس، أوكي، كرتون جوا كرتون جوا كرتون، فتكديس كل شيء يعني نحافظ عليه، ما أدري يمكن يوم من الأيام يحتاج، يمكن كذا يمكن كذا. قد يكون عندهم مثلا حيوان، وقد لا يكون، قد يصاحب ذلك بعض الانهيارات المشاعرية أو الفكرية أو حتى المادية، وقد لا يكون. لكن هذا الشخص يعني تقدر يعني تميزه لما تطل في شقته، أوكي؟ تطل كده، تأخذ طلة تلقى لابس ملابس مرة يعني مهملة، الريحة فاقعة، الأغراض أكثر من الشقة أو يعني أزود من أنها تكون موجودة، تميز بهذه وأنه الشخص مقفل على نفسه، ما يبغى يطلع، ما يبغى يشوف الناس، ما يبغى يعيش الحياة الاجتماعية، ما يبغى يعني ما يبغى يعيش. طيب طبعا نسبوا هذه المتلازمة ديوجانس هذا فيلسوف إغريقي. فيلسوف الإغريقي هذا كان عنده نظرية يقول لك إنه إحنا المفروض نعيش، وحكيم يعني، إحنا المفروض نعيش مع الطبيعة، ولا المفروض إنه إحنا نتمدن، وعايش مع الطبيعة ومع كلبة، ويعني ويقول إحنا مثل الحيوان، ما المفروض إن إحنا يعني نلبس ملابس ونعيش يعني نعتبر أنفسنا إن إحنا يعني وبعدين مهمل، يعني مهمل شكله، مهمل هيئته، يعيش كأنه مشرد باختيار، يعني هو اختار هذا، وعنده مبادئ وعنده فلسفة، وفي ناس يعني يؤمنون فيه، في أتباع له، في ناس يشوفون أنه هو يعني أفكاره جيدة، وتعرض لكثير من النقد. ديوجانس تعرض لكثير من النقد، وإن كان له معجبين وكان له يعني حتى كان له احترام عند الحكام، لكن أيضا تعرض لكثير من النقد باعتبار أنه يعني هذه مش طريقة للحياة، أنك أنت تعيش في هالطريقة المهملة. المهم أنه في ناس يقولون أنه نسبة المتلازمة لديوجانس كانت غلط، لأنه المتلازمة تعبر عن أنه شخص عنده مشكلة، لكن ديوجانس حكيم ما عنده مشكلة، هو مختار كده. ففي ناس اصلا ينتقدون التسمية، يقولك لا، ليش انه احنا نسمي هذه المتلازمة اللي هم الاشخاص اللي وصلوا لهذه المرحلة الصعبة في حياتهم، ان يعني يعني يعطيهم اسم لحكيم هو قرر باختياره انه يزهد بالحياة، انه يتجرد، انه ينسجم مع الطبيعة باختياره وبحكمة معينة شافها، وبزاوية معينة ورؤية معينة شافها. طيب اللامبالاة طبعا خلني احكي لك انه الاشخاص اللي يقومون بهذا العمل وهذا الدور هم بالدرجة الاولى يشعرون بالعار، فبالتالي هم ما عندهم القدرة انهم يواجهون الحياة برا، يعيشون
يعني وسط العالم الطبيعي، لا هم هاربين. فهذا الشعور بالعار يخليهم يهربون، يخليهم يبغون يعيشون كذا في صندوق ويسكرون على أنفسهم. مو بس العار، أيضا هذول الأشخاص من الممكن جدا أنهم عندهم ماضي كثير مؤلم، ومن اللي توقع أنه عندهم صدمات، لكن هذا الماضي تكدس وصل لمستوى معين وبعدين صار صعب المعالجة، خلاص صعب أنه أنت تتعدل الموضوع لما الموضوع يصير، عرفت يعني يقولك الشقة أكبر من الرقعة، في مثل عندنا ما أعرف شلون أقوله باللهجات الثانية، بس الشق أكبر من الرقعة، يعني إذا انشق الثوب شق كبير بس الرقعة اللي المفروض تسكر صغيرة والشق مرة كبير، فقلت يعني كانوا حتى الحل اللي عندي ما يحل المشكلة. فبعض الأشخاص يرمون، يعني صارت مشكلة اليوم يلا صار كذا يطنش، صارت أزمة يطنش، صارت علاقة متوترة يطنش 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 يطنش، بعدين يوصل مرحلة إنه الشق أكبر من الرقعة، يعدل وين ويصلح وين ويتفهم مع وين، يمكن يطلع في الشارع كل الحي متهاوش معهم، يقول أحد يا أخي حاول تضبط علاقتك مع جيران، يقول أي جار أي جار بالضبط كلهم ضارب معهم، يقول حاول إنك تبدأ هذه السنة تصلح علاقاتك، يقول أي علاقة كلهم ضارب معهم، زوجتي وأمي وأبوي وخالي وخالتي وجيران كلهم ضارب معهم وزملائي في العمل، تقول لا يعني حاول هذا الشهر تبدأ إنك أنت يعني تشعر يعني إنك أنت تتخلص المشاعر السلبية، يقول أي مشاعر سلبية؟ أبي أنا أقوم الصباح معصب، أركب السيارة، أضارب مع الناس في الشارع، أوصل الدوام وأنا متوتر، أفطر وأنا غاضب، وهكذا كل يومي. فايش تقصدون أنظف أي؟ أنظف الموضوع متكدس بشكل إنه خلاص صار كبير الموضوع. فأرجوك لو توصل لهالمرحلة، أرجوك انتبه لنفسك إنك أنت توصل هالمرحلة، لأن مرات يكون عندك زحمة حياة، زحمة حياة، يكون عندك جدول، أوكي؟ جدول صباح، ظهر، عصر، مساء، وهكذا جدول جدول، أنت ماشي، والجدول جيد يعني أنت منسجم مع الجدول، لكن تصير مواقف في الحياة، إلا ما تصير مواقف، ما حد يخلو، إلا ما تصير مواقف، هذه المواقف يحتاجها توقف، يحتاجها توقف شوية، تراجعها، تفهم منها الدرس، قد تحتاج أعمق من كذا إنك تنظفها، في مواقف بس بتفهم الدرس، في مواقف لا، تحتاج تنظيف. تحتاج انك تقعد معها مرة، في مواقف تحتاج تقعد معها 21 مرة، فتختلف درجة العمق لهذا الموقف وللماضي وللقصص اللي مرينا فيها في الطفولة أو إن شاء الله أمس. فترة من الفترات كانت حياتي كثير مزدحمة وعندي جدول كل وراء بعض وراء بعض وراء بعض، وكان الجدول كثير جميل جدا جميل، يعني هذا اللي أنا أبغاه في حياتي، أشياء جدا ممتازة، كله شغل، اجتماعات، سبا، مساج، ما كلها اشياء ورا بعض، بس كلها فعلا انا ابغاها. وبعدين بعد مرور وقت من الاشهر كله كذا جدول مزدحم، وقفت كذا، كنت مسافر، بعد ما وقفت وسافرت ورجعت بعدين اكتشفت انه اوه واو، ليش مسوي في نفسي كذا؟ ليش مسوي يعني صارت مواقف حتى احس اني ما سويت لها بروسس، ما يعني ما سويت لها داونلود وفهمتها واستوعبتها، احسها طارت علي. صحيح ان كان الجدول جيد، بس كان المفروض اني انا يعني كنت اخذ نفس، كنت يعني اسوي كذا استوبات كذا، وقفات بين الايام. فمهم انك انت تتوقف اذا كان جدولك مزدحم، أو مرات الشخص فاضي بس هو ما عنده استعداد إنه هو يفتح هذه الملفات فيستمر في التكديس حتى هو فاضي، مو إنه مو فاضي يفتحها، لا ما يبغى يفتحها فيكدس يكدس يكدس، لما تجي لحظة يقولك آه إيش الأشياء اللي فوق رأسي هذه، وش أنظف وش أخلي وش أسوي وش أعدل وش أبدل، يعني حتى في البيت وش تعدل وش تبدل وش تسوي، يعني الأغراض أغراض من 30 سنة من 50 سنة،
أوه قصة هذه. خلونا نأخذ أسئلة. طيب صديقي طلال يقول يعني بتجي بكرة ها؟ والله تشرفني يا طلال، أنت دائما مشرفنا. قلتي إن يوم نمر بأزمات العقل اللاواعي يخلي الأحداث شاشة سودة ولا نتذكرها، طيب كيف نشيل السواد نتذكر الأحداث عشان نحل مشكلتنا؟ وهل إحنا موجودين في هذاك الوقت أو ذهبنا إلى مكان ما وفي من كمل التجربة بالنيابة عنا بعدين رجعنا نعيشها؟ شكرا لك على الدعوة حبيبي. شوف طلال، أبغى أقول لك إنه في فلسفات ترى إنه في عمر معين، إذا كنت أنت في عمر معين أنت على أي حال لن تتذكر الحدث. وفي فلسفة ترى إنه السواد أو الغمة أو النظارة السوداء اللي على عيونك هي مشاعر، مجرد ما تتنظف المشاعر راح تقدر تتذكر الأحداث. بصراحة أنا شخصياً في أحداث قدرت أتذكرها وفي أحداث ما تذكرتها مع أني اشتغلت عليها ونظفتها. في أحداث ذكرتها وفي أحداث ما ذكرتها. الفلسفة الأولى يشوفون أنه أنت إلى عمر 5 سنوات لن تتذكر الأحداث على أي حال، لن تتذكر، لكن لما تقوم بعملية التنظيف سيتجلى على هيئة جسدية لأنه كان النضج مرتبط أو النمو مرتبط بالجسد، فراح يتجلى على هيئة جسدية. يعني خلينا نقول مثلا أنا كنت مثلا قاعدة أنظف صدمة طفولة مثلا من عملية من عمليات الورك، أوكي، وكانت أقل من 5 سنوات، فبالتالي ما راح أتذكر العملية لكن راح يتجلى في الورك نفسه، راح يظهر كعلامة ككدمة، راح يظهر ألم، راح يبين إنه هو طلع للسطح، كان في مكان ما طلع للسطح. هذه وجهة نظر وهذه كيف يعتقدون الناس. وفي ناس لا، في ناس تقول لك لا أنا يعني اشتغلت وكي وتذكرت العملية، تذكرت وشفت وانتقل الموضوع من كونه ضايع في السواد، ضايع في الحفرة السوداء، إلى أنه حاضر في النور، وبالتالي ما عاد عليه ضغط الشعور الأول. أنا ماني مع أني أضغط على نفسي أني أنا لازم أتذكر أو أني أعتبر أنه التذكر هو المعنى الرئيسي للتنظيف. أنا مو مع يمكن يتنظف وأنت ما ذكرت، فأنا مو مع. وبعدين الشيء له تبعات، يعني الشيء له آثار، ففي أدلة ثانية تدل على أنه الموضوع تنظف، مو بالضرورة أني أتذكر. بس التذكر يعطيك شعور بالانتصار، يعطيك شعور أنه يس حركت الحجرة، أنا إيه شلتها من مكان لمكان، تصير يعني كأنك يعني متأكد أنك أنت حركت شيء في مخك، فريت الموضوع. يعني هذا هو الشعور اللي يعطيك إياه يعني أوه واو ذكرت هذا الشيء، أنا عرفت هذا الشيء. أنا أرى إنه إحنا ما نربط موضوع إنه إحنا لازم نتذكر، بس من الممكن أن نتذكر. تقول ما أريد أتذكر، مدام أنت ما تبغين تتذكرين معناها أنت أصلاً خايفة من الحدث، وبالتالي من المتوقع إنك أنت ما راح تتذكرين. توقع إن الحدث يعني مرة مضغوط في آخر اللاوعي، ومتوقع أنه أنت يعني حتى لو كان الحدث عنده فرصة أنه يظهر الوعي أنك أنت راح تقاومين هذا، راح تخلين الحدث يعني تتجاهلين. بدر يقول في تمرين التسامح سول ديتوكس بكيت كثير ورأيت دود وقيح يخرج من قلبي آلمني كثيراً. شوفوا الصراحة إنه التنظيف ما هو شيء، يعني ما هي حلاوة لطيفة صراحة. يعني عمليات التنظيف اللي إحنا نقوم فيها ما هي شيء فن، لا يعني ما هي مثلاً زي مثلاً قصة أقولك تعال تأمل وحس بالاسترخاء راح تحس بالمتعة، لا هي مطبات وقد تكون مؤلمة، لكنك لما تعدي تقول أوه واو كان الموضوع يستحق، كان الموضوع
يعني مين اصلا يعني خلينا ناخذها ببساطه، لو الان قلت لك احكي لي عن حدث سيء حصل لك في الطفوله ما يألم؟ فما بالك اذا كنا بنغوص في هذا الحدث اكثر وبنشتغل عليه، مؤلم مؤلم. فالتنظيف يعني خصوصا اللي تمرسوا بالتنظيف يعرفون انه التنظيف ما هو شيء للفن يعني والوناسه، لا هو يعني اداه يعني كانها مبضع جراح بس تنضبط حياتك بعدها. صديقتي عنودة ولا ايش؟ دائما يتعب جسدي المادي بعد اي كورس تنظيف، ما السبب؟ شفتي كثير من الناس لما يروحون يسوون عمرة او حج لما يرجعون يمرضون، لما يرجعون بيوتهم ولا لدولهم يمرضون، لما يروحون رحلة روحانية يرجعون يمرضون. كل شيء يتأثر بكل شيء ويؤثر على كل شيء، لا تنسين هذه القاعدة. ذلك المشاعر يعني خلنا نجيبها بطريقة أخرى. لو يوم من الأيام رحتي الحفلة أوكي وانقال لك كلام مرة يوجع وما كنتي مستعدة أنك تردين أو ما رديتي أو حسبتي الحسابات غلط، المهم أنك تحسيت أنك ما أخذت حق وانغثيتي انقهرتي، متوقع أنك تمرضين، متوقع أنك يعني ترجعين البيت يمكن نفس اليوم يمكن بكرة، متوقع أنك تمرضين. معناها المشاعر أثرت على الجسد المادي. في طوال الوقت الجسد الفكري يؤثر على المادة والجسد المشاعري يؤثر على المادة. يعني واحد زعلان أوكي حزين توقعون يأكل يعني كذا أكل الشخص السعيد واللي نفسيته كويسة أو شعوره كويس؟ طبعا لا، تالي شعوره أثر على أكله. أيضا مثلا الناس اللي يجذبون الثراء، هل توقعون انه شخص يعني مشاعره سلبيه يقدر يجذب الثراء بنفس قدر الشخص اللي عنده مشاعر ايجابيه؟ لذلك الجسد المادي يتاثر، بس في اشخاص عندهم زي ما نقول كارما جيده في الجسد المادي يعني اقوى من غيرهم، وفي اشخاص لازم يعرفون وضعهم المادي، لازم يعرفون الحلقه الاضعف. انت عندك حلقه اضعف في اجسادك وعندك حلقه اقوى، في اشخاص طاقتهم كثير قوية بس أجسادهم المادية ضعيفة يعني يمرضون في السنة يعني كل شهر مرة، وفي أشخاص ما شاء الله يعني عمر طويل واللي حولهم ماتوا وامرضوا وما شاء الله صامدين. فبرضو لازم أنت دايم تعرف وين نقطة قوتك في الأجساد وين نقطة ضعفك، لأنه أنت لازم تطبطب على نقطة ضعفك. ها صحيح انك لازم تشتغل بس برضو لازم تداري عليها، تداري على نقاط ضعفك. في الجسد القوي تقدر ترميه، تقدر تدفه، تقدر تضغط عليه، تقدر يعني تعطيه شوية يعني بوش، لكن الجسد الضعيف لازم انت شوية الجسد الثانية تشيله. فلا يعني انه كل شخص بينظف راح يعني يحس بألم في الجسد المادي، لكن اللي عنده اصلا ضعف في الجسد المادي. وبرضه تذكري انه زي ما قلنا قبل شويه في سؤال طلال انه مرات الذاكره اللي مضغوطه في اللاوعي راح تطلع في الماده، خصوصا السنوات الخمس الاولى وقت النضج انها تظهر في الجسد المادي، فيكون هذا هو السبب. أبو محمد يقول في مراهقتي تم تجنيدي إلى مجموعة متطرفة دينيا قديمة بالسعودية، نجوت بفضل الله منهم ولكني شعرت بأنه تم استغفالي وغسيل دماغي، والآن جميع أقاربي يسخرون مني ويلقبوني بألقاب سيئة مثل الإرهابي وتعرضت للنبذ، كيف يمكن أن يشفى هذا الجرح؟ آه واو آه أبو محمد سوري، أعرف أنه يعني يمكن كلنا ما نقدر نحس بالألم اللي مريت فيه، كلنا الحاضرين ما أعتقد أن نقدر نحس بالألم اللي أنت مريت فيه. هذا شيء مو سهل ومو هين يعني، وأنت معاهم وأنت غلطان، والآن وأنت غلطان ومو راضين يعني يناظرون أنك أنت تم استغلالك أو تم خديعتك. أنا إن شاء الله بإذن الله أوعدكم راح أتكلم عن موضوع غسيل الدماغ لأنه موضوع مهم صراحة،
موضوع مهم النوم. انت يعني لا تسمح انه اي احد يتلاعب في دماغك، ولا تسمح انه اي احد يستغفلك. لكن الالم اللي مريت فيه يحتاج الى تنظيف، يحتاج وانت تقدر. صحيح انه يعني قد يكون فتح الملفات هذه قاسي ومؤلم، قد يكون فتح هذه الملفات بيعيشك شوية في الماضي، بيعيشك فترة في ألم في مطبات، قد تتذكر أشياء كنت تتجاهلها أو كنت يعني أو ما تبغى تتذكرها، لأنها يعني يمكن تشعرك بالعار، يمكن تشعرك بالخوف، يمكن تشعرك بالغضب على نفسك عليهم. لكن في النهاية ما راح تعيش مرتاح إلا لما تنظف. ما راح تعيش مرتاح، لن تستطيع أنك أنت تعيش مرتاح إلا لما تنظف. ما تقدر. سيظل هذا الألم. فما بالك أنه الآن برضو حولك ناس قاعدين يقولك تذكر. يعني يظل الألم يلاحقك حتى تقرر أنك أنت تنظف كل القصة. وأكيد الآن أنت تحس يمكن بالتأنيب، تأنب نفسك أنه أنت يعني أنا ليش يعني كيف حكوا علي، ليش أنا صرت، ليش أنا كنت هالسذاجة، ليش أنا كنت كذا، ليش أنا كذا. وممكن أنك أنت تشعر بالعار أنه أنت ما تبغى حد يعرف، ما تبغى حد يعني ما أبغى بعد أكثر من كذا، بعد يجيني ألم أكثر. فكل هالمشاعر توجع أنه أنت تعيشها كل يوم، توجع. والمشكلة إنه هذه المشاعر تجلب المزيد منها. يعني إذا أنا بشعر بالتأنيب الآن بسبب قصة في الماضي، بشعر بالتأنيب بكرة بسبب قصة صارت اليوم، وهكذا نستمر في دائرة التأنيب. يصير أي خطأ يصير في الشارع أنب نفسي، ليه؟ لأنه عندي نظام في التأنيب. ويصير عندي شك أصلا في نفسي إنه أنا فاهم الموضوع ولا مو فاهم الموضوع، أنا بنخدع هنا ولا يعني يصير حتى عندي شك في هويتي. لك مهم 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 انك تاخذ الموضوع جد، مهم انك انت تخلص صفحة، ولازم الان اني انا اطويها صفحة. انضحك علي، تغرر فيني، انا كنت ساذج، اي كانت القصة مو مهم. صفحة، وحان الوقت اني انا اقلبها، ابغى اعيش حياتي باحسن قصة. ايش روحك هي جاية تسوي؟ قد تكون روحك جاية عشان تساعد الناس اللي يمكن سلكوا هذا الطريق، قد تكون روحك جاية انه انت توري الناس اللي تم غسيل دماغهم، تشرح لهم، توضح لهم، ما نعرف. فوقف هذه الوقفة على نفسك، واقلب الصفحة، وقرر انك انت تنتقل لقصة اخرى. قرر انك انت تعرف قصة روحك ليش موجودة هنا، وليش مريت بهذه التجربة. شيء صراحة مثير للاهتمام انك تسأل ما هي الرسالة. صح، في ملايين كانوا حولك ما مروا بهذه القصة، فودك تسأل نفسك ما هي الرسالة، ليش انا اللي مشيت في هذه القصة. يمكن جنبك اخوك يعيش نفس الظروف، بس سوى ستوب او سوى يوتيرن او يعني ما انسجم مع الموضوع. فمحتاج انك برضو تربط الموضوع في قصة روحك وتفهم. ادعوك الى التنظيف، ادعوك. عندنا السول ديتوكس، الوعي الطفولي، يعني ما اعتقد انها مناسبة، قصتك مناسبة للسول ديتوكس اكثر شيء، راح تساعدك كثير على انك انت تقلب الصفحة. والله يقويك، الله يقويك. صديقتي عهود تقول مؤخرا حسيت حوسة مكاني، مهما ارتبه ثاني يوم يرجع حوسة ويعتفس. هو مشاعري المنخفضة مؤخرا طفح عندي الخوف والحزن والخجل والغضب. ما هو الشعور الذي يسبب كركبة في بيتي؟ كلها الكركبة. بس السؤال المهم هو ليش طلعت هذه كلها مع بعض الآن؟ أنت حاطة نية معانا ولا مو حاطة نية معانا؟ إذا حاطة النية معناها خلاص عندك رسالة أنك تشتغلين على هذه المشاعر بالضبط. صديقتي رؤى تقول دكتورة أنا مدمنة التنظيف، صار سنتين أنظف، هذا طبيعي؟ متى أتوقف؟ شوفي، أنا أعتبر التنظيف سنة حياة. أوكي، يعني طوال الوقت تصير مواقف يحتاج تنظيف، زي البيت. متى أتوقف عن تنظيف البيت؟
ما في. متى أتوقف عن تنظيف سيارتي؟ ما في. ما في. ما راح يجي اليوم اللي أتوقف عن تنظيف السيارة. هذا الطبيعي إنه أنت تستمرين. تنظفين توقفين، تنظفين توقفين وهكذا. البيت يمكن تقومين مثلا يوم في الأسبوع تنظفين كل البيت، بعدين توقفين أسبوع، بعدين ترجعين تنظفين، بعدين يعني حسب طريقتك. في النهاية عندك يعني استراتيجية. فأنا أعتبر إنه التنظيف سنة حياة، لكن لما نكون مستمرين ننظف، يعني مثلا خلنا نقول في سيدة تنظف بيتها كل يوم، أكيد تنظيفها خفيف، صح ولا لا؟ في سيدة تنظف مثلا مرة في الأسبوع، تنظيفها يعني أصعب. ليه؟ لأنه في يمكن زبالة أسبوع كامل، صح ولا لا؟ قاذورات أسبوع كامل، غبار أسبوع كامل، فأصعب الموضوع. فأنتي وخياراتك. في ناس مثلا قبل ما ينامون يستعرضون في أحداث بس تحتاج أنها تطلع من اللاوعي للوعي، أنها تمر مرور. في أشياء لا أعمق يحتاجها تنظيف. فما بالك أنه مرات تجيك صدمات أصلا تقعدك تعطل كل حياتك، أصلا ما عندك شغل تسويه، تعطل كل حياتك، توقف كل حياتك، تمنعك من العمل، تمنعك من الناس، في صدمات كذا تسويك يعني تسويك ستوب صدق حقيقة يعني. فأصلا ما في شيء تسوى لأنك تنظف، لأنك تشتغل على شعورك. ما في حرفية، ما في شيء في الحياة، ما في شيء. وحتى ما تقدر حتى أنك تستمتع لأنك مالك مزاج ولاك نفس، لأنك متألم. ما في شيء اللي يتسوى لأنك تنظف. فأنا أدعو إلى أنه الواحد يسوي له يعني نظام كذا للتنظيف، اللي هو يعني خلنا نقول يوميا أو أسبوعيا، بحيث أنه ما تتكدس الأشياء عندنا. لكن كثير من الناس يكدسون، وبعدين لما تطفح الأمور، أوكي، يعني زي صاحبتنا اللي قبل شوية، يعني خلاص المكان صار حوسة، يعني الوضع وصل للمادة يعني. وش أكثر من كذا؟ وش أنتظر؟ أنتظر يجيني مرض؟ خلاص طفح الموضوع، يقول أوه واو وش اللي قاعد يصير؟ لا في شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي، أوكي خلنا ننظف. فهذا يصير الموضوع كبير، يصير الموضوع عميق، يصير الموضوع كثيف، يصير الموضوع ياخذ وقت وجهد، قد يحتاج منك 21 يوم أو شهر أنك أنت تاخذ وقت للتنظيف. وغالبية الناس اللي ينظفون أول مرة يكون فارق في حياتهم كبير، كانوا يعني في مكان وصاروا في مكان، كانوا نايمين واستيقظوا، كانوا يعني متورطين مشاعر كثيرة وانتقلوا المشاعر إيجابية. فهذا يكون فارق كبير، ويحسون أنه أوه واو أنا كانت الدنيا متكدسة وطافحة عندي وصرت نظيف بعد كذا، فيكون فارق في حياتهم. لكن بعد كذا صحيح أنك مدمن التنظيف، بس ما تحسين بهالفارق الكبير، أنه أنت أوه واو قاعدة تنتقلين يعني من منطقة لمنطقة مختلفة، أو من هوية لهوية. لا، ما يصير بهالطريقة. وغالبية الأشخاص اللي مثلا يحضرون معنا كورسات التنظيف هم أول مرة يسوون تنظيف، تفرق كثير في حياتهم، تفرق وتغير حياتهم. أوه في سايكو بالبث، لا مستحيل. ما شفته إلى الآن، ما شفته. طيب صديقتي رزان تقول خرجت من علاقة مظلمة وأشعر بمسؤولية إخراج أخي التوأم، هل شعوري سليم؟ أخوك والله ما نقدر نقول يكفي نفسك، يعني صعب أقول لك لا، أخوك وتوأم يعني حاولي، بس لا تعتبرين إنه واجب، بس حاولي، أعطي إشارات، أعطي ملاحظات. مرات بعض الأشخاص يحتاج لهم كلمة بس تصدمهم، كلمة تخليهم يولعون اللمبة، بس في نفس الوقت الكلمة القوية خطرة، أوكي؟ لأنه في ناس تأخذ موقف من الكلمة القوية، وأنا أعرف هذا الشيء طوال الوقت يصير عندي، يمكن في البث، يمكن في الكورسات، يعني كثير يجيني تعليق انه انت قلتي هالكلمه خلاص والله انا ما عاد احضر معاك. ما اعرف مرات انه الكلمه توقظ ناس، بس في ناس يعني ممكن انها يعني تزعل وتسوي وتير. فانت تعرفين اخوك، تعرفين توامك، واكيد بينكم اتصال وحدس قوي، فحاولي انك انت تعرفين الطريقه الانسب له حتى تضمنين انه هو يستيقظ
بدون ما يكون متحيز ضدك، لأنه ممكن يأخذ موقف ويعتبر إنه أنت الغلطانة وأنت اللي يعني في راسك الموضوع. بس لو كنت مكانك سأشعر بذات المسؤولية، سأشعر بذات المسؤولية. صديقتي تقول: هل الاستغفار من أدوات التنظيف؟ وما هي الطريقة الصحيحة للاستغفار برأيك؟ هو ما في طريقة صحيحة، هو في طرق كثيرة. أنت لو تكتبين في جوجل تلقين طرق كثيرة للاستغفار. الاستغفار مرتبط كثيرا بموضوع التأنيب، بشعور التأنيب. يعني ما أقدر مثلا أقول أنه مرتبط بشعور التأنيب، ورد نصه في موضوع المال والثراء، فعشان كذا انا اعتبره مرتبط ب، اذا في شخص يبغى يجذب الثراء، يبغى يوصل للثراء، ابى اعتبر هذا تنظيف، ومع شعور التأنيب لانه مرتبط بانك انت تستغفر، تتراجع عن خطأك، تقر وتعترف بخطأك، ترجع الحقوق لاهلها، تقرر انك انت لن تعود لمراجعة هذا الخطأ مرة اخرى، تاي تحتاج انك تستغفر. فهذا الاستغفار انت تؤكد لنفسك انه انت دان، انت انتهيت من هذا الخطأ، انه انت لا تريد ان تقوم بهذا العمل السيء مرة اخرى. تالي كأنك تنظف هذا العمل اللي انت مريت فيه، وتنظف انت شعورك انك انت مذنب، انه انت غلطان، انه انت سيء، انه انت يعني أداة التأنيب اللي طول الوقت أنت تجلد نفسك فيها. لكن في نفس الوقت مرات هي أيضا مرتبطة بأنك أنت ترجع تصحح، أنه في أشياء أنت محتاج أنك تروح تعتذر من الناس، ترجع حقوقهم، تسوي الخطأ اللي أنت صلحته، ترجع المسار للطريق الصحيح. هذه هي استخدامات الاستغفار. لكن مثلا تقولين: والله أنا بستخدم الاستغفار عشان عندي مثلا، خلنا نقول عندي شعور العار، ما أشوف في ارتباط، ما أشوف في ارتباط ولا أشوف في نص، فما أشوفه مناسب. صديقتي العنود تقول: أخذت في العام الماضي باكج التنظيف، بعد التنظيف وتصالح مع الماضي صرت أشوف اللي حولي يعانون مشاكل الطفولة وصدمات الماضي والعار والغضب والخوف والتحرش بشكل كبير في أشخاص قريبين مني. شوفي، طوال الوقت كل ما انت انتقلت لمرحلة اكثر، كل ما توضحوا الناس لك اكثر. طوال الوقت كل ما فتحت عيونك اكثر، كل ما شفت الناس بوضوح اكثر، كل ما استيقظت اكثر، كل ما شفت الصورة الكبيرة اكثر، كل ما صارت القصة واضحة، وكل ما ضحكت على نفسك اول شلون انت تسوي هذه القصة، شلون انت عايش هذه القصة. لكن وش المشكلة؟ يعني دائما اتناقش انا وزوجي على هذا الموضوع، اقول المشكلة انه انت ما تقدر تقدر، اهمية وضرورة التغيير الا لما تتغير. هذا اللغز يا جماعة، هذا اللغز اللي عجزت انا كذا يعني افره اشوف، لا أبغى أشوفه من زاوية، شلون أخلي الناس تشوف هذه الزاوية؟ صعب، صعب مرة مرة. لما حتى أنت عادة لما توصل تقول: أوه واو، أنا كنت في الجحيم، إيش السذاجة، إيش الغباء اللي قعدني هناك، ليش تأخرت ما نظفت، ليش تأخرت ما تغيرت، ليش تأخرت ما قلت لهم مع السلامة، ليش تأخرت ما قلت طز، ليش تأخرت ما اعترفت، ليه تأخرت، ليش أنا كنت في الجحيم؟ بس المشكلة انك ما تقدر تفهم وتعي وتدرك بعمقها وشعورها وفكرها العميق الا لما توصل، تلف تقول: ليش انا طولت، ليش انا تأخرت، ليش انا قاعد افكر سنة، افكر اقول يصلح ولا ما اسوي هذا التمرين ولا ما اسوي هذا التمرين، ليه بس ما تقدر، هاي شيء مرة يعني صعب، صعب انك توريهم الزاوية، صعب انك توريهم القصة اللي هناك،
صعب انك توريهم رقم 10 وش القصه اللي في رقم 10 وهم في واحد، ما تقدر مره صعب. ولا كان الحياه اسهل كثير اصلا، حتى هم يتخيلون انك انت في جحيم، تخيل انك انت في وهم، انت ما عندك سالفه، انه انت ضايع وكذا. وتعالوا طيب شوفوا، تعال يا الله شلون اوريكم، شلون اوريكم الواقع، ما تقدر. صديقي راكان اظن، دكتورة اللي يغضب على الناس معناها عنده غضب من واقع وما نظف. طيب اللي يعطي طاقة إيجابية اللي حوله هل هو لازم ينظف؟ مو شرط اللي يغضب على الناس معناها عنده غضب على واقعه، مو شرط. يعني لما مثلا شخص يجيك انت الساعة 12 بالليل نايم اوكي في امان الله، وشخص يجي يطق الباب، طق الباب يقول لك والله انا يعني كذا بسلم عليك، يا عمي انت وين عايش انت؟ يعني في حدود، في ادب، في طريقة، يعني ما حد يطق الباب الان، لازم يرسل رسالة جوال صح ولا لا؟ او اذا طق على الاقل يطق في وقت مناسب. تالي ممكن انك تغضب، هل يدل على انك انت واقعك لا، ممكن يكون واقعك جدا ممتاز بس انت تحترم نفسك، عندك حدود، عندك حدود، فلما احد يمس حدودك تغضب. فمش بالضرورة يدل، لكن في شخص يطلع للشارع يتضارب مع الناس، يدخل على تويتر يهين الناس ويضغطهم، يتنمر عليهم ويحاول يدمرهم بأي طريقة، أي طريقة يعرفها أو سمع عنها، يجرب كل الطرق إنه يدمر الناس. هذا غاضب. تقول يا ربي وش قصتك أنت؟ ليش مشغول إنك تدمر الآخرين؟ هذا غضب، هذا نار مولعة. تالي هو غاضب وواصل الغضب للآخرين، واصل محاولة تدمير الواقع كاملا. شخص يعطي طاقة إيجابية اللي حوله هل لازم ينظف؟ أنا أقول لك من الممكن أنه سيدة خايفة تعيش الخوف، تدخل الدوام تقول خاف يفصلوني أوكي، صباح الخير كيف حالكم، أنتم أحسن زملاء في العمل، بكرة جايبة قهوة، أنت تعتقدين أن الوضع إيجابي بينما هو خوف لا مو قادم من إيجابية، مو قادم. ذلك ترى الحكم كثير صعب أنه أنت تحكم على الشخص أنه أوه هو إيجابي لأنه منظف، أو هو يعني غاضب لأنه ما نظف. لا، ممكن هو غاضب لأنه منظف، لأن في أحد لمس حدوده فلازم يغضب، فهو غاضب لأنه منظف لأنك وصلت خط أحمر، وهو إيجابي لأنه ما نظف. وبرضو العكس صحيح، ممكن شخص منفلت في تويتر ما يدري وش تسوي فيه، منفلت نار وشرار، تقول خلاص يعني نظف خلاص، إيه لمتى وانت تتضارب مع الناس وتهاوش معهم وتضغطهم؟ يا عمي ترى أنت المضغوط، ترى أنت التعبان، ترى أنت المتألم، ترى الحرة فيك، ترى أنت اللي منحرك، خلاص يا أخي واقف، خذ لك نفس، انشغل بنفسك يعني يكفي انشغال بطاقات الآخرين، يكفي. ولن تستطيع انك تدمر ولا واحد، لو تحك الأرض حك لن تستطيع تدمير ولا شخص بغضبك، بس حرق على نفسك خلاص ستوب نظف. وفي شخص عنده طاقة إيجابية، عنده روح التفاؤل، عنده يعني شعور طيب تجاه الحياة، عنده حب للآخرين، عنده عطاء، أقول فعلا هذا فعلا يعيش هذا الشعور وهذا واقع. لكن الكل يحتاج التنظيف. ما هو أكثر كتاب من كتبك يساعد على التنظيف؟ ما في ولا واحد من الكتب، لكن قلت لكم إذا محتاج شيء مجاني عندنا الموسيقى التحولية، مو الموسيقى التحولية، الباب الخلفي، ألبوم الباب الخلفي. حلمت أكنس السطح، حلمت غسالة ملابس، هلا دخل بالتنظيف؟ إذا كنت حطيت النية أكيد. طيب نختم هذا السؤال، هل ديوجانس يعتبر يائس؟ دينا حبيبتي أنا أقول إن هو باعتبار الحكمة اللي قدمها وقدرته في التأثير على الآخرين والطاقة اللي قد تكون ما زالت مستمرة حتى الآن، لا ما أعتبره يائس،
ما اعتبره يأس، اعتبره انه هو تجرد في وقت مبكر، اعتبره انه هو تجرد في وقت مبكر. وانا اعتقد انه التجرد، يمكن اللي حضر معانا كورس التجرد يتذكر هذا الكلام، انه انا ما ارى انه التجرد يعني قائم على خلنا نقول طريقة أو مثلا تمرين أنت تسويه أو فكرة أنت تؤمن فيها وبعدين تتبعها، بخلاف المبادئ الأخرى. يعني أحس مثلا في مبدأ تقدر مثلا خلنا نقول يجيك أحد يشرح لك عن فضل الصدقة، أوكي أنت عندك فلوس، يقول فضل الصدقة وترى بتنمي أموالك وترى بتحس بشعور جيد، أحس مبدأ يعني تقدر أنك تتبعه، تقدر تفكر فيه، تقدر تختبره، تقدر تتبعه. بس لما يجيك لما هم برضو هذا الشخص أنت عندك فلوس يقولك يا أخي تجرد وازهد بالدنيا، معليش يعني ما أحس إن مبدأ قابل للتنفيذ والاتباع، ما أحس هذا شعوري إن مبدأ مقابل للاتباع، لأنه التجرد هو نتيجة لحياة، مو هو يعني مو هو فكرة أنت تؤمن فيها، مو هي فكرة تؤمن فيها. مثلها مثل التسامح، هذا إيماني أيضا عن التسامح. التسامح هو نتيجة راح يجيك بعد شغل، بعد مراحل، بعد إقفال ملفات، بعد فهم رسائل، بعد أشياء تحطها في مكانها الصحيح، تجي مرحلة التسامح، تجي هذه الحالة الروحانية اللي ما حد يضغط عليك ولا هي فكرة أنت تناقشها، تحس أنك أنت دان، أنت خلصت من هذا الإنسان، خلاص انتهى ولا عاد هو موجود في طاقتك. فنفس الشيء أنا أحس أنه هو حكيم، هو متجرد، لكن ما أشوف أنه فكرة اتباع التجرد هي عملية أنه أنت تقتنع فيها وتتبعها. هذه التصور عندي. طيب أذكركم عندنا سول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية والتنفس. لا تنسوني ما حط النية، حط النية خلفية الجوال والفيلم يا جماعة. وبكرة أبغى أشوفكم في معرض الكتاب، بليز 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 يا جماعة، معرض الكتاب معطينا وقت إضافي، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم كلكم، نوقع، نصور، نسلم، نضم، خلونا نشوفكم يا جماعة. شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل، تصبحون على حب.